مين؟ أمة الله ما سمعتش الكلام عن الحجاب والوجوب في أمر الحجاب. نعم شيخنا الكريم. أولا أنا أدعوها لأن تستمع لإعادة الحلقة أو تشاهد الحلقة على بعد ساعتين من الحلقة بتنزل على صفحتنا على موقع القناة، لأنه إحنا قلنا في بداية الكلام وضربنا المثل، قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب. فالله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فحسب ما عليه جماهير أهل العلم أن هنا الأمر واجب. ولما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، وقفت الآية على كده ولا لسه فيه ونساء المؤمنين؟ يعني شوف، يعني اللي يقول لك ده الحجاب ده كان على أمهات المؤمنين والصحابيات بس، الآية واضحة كالشمس في رابعة النهار، يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى أمره لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فالأمر للوجوب، والذي يقول إنه نزل إلى الاستحباب عليه أن يأتي بدليل، إلا لو أخذ قولا شاذا لبعض الأصوليين قالوا فيه أن الأصل في الأمر استحباب، وهذا مخالف لما عليه جماهير أهل العلم. الأصل في الأمر الوجوب إلى أن يأتي هذا الصارف من الجماهير وأهل العلم إلى الاستحباب، الذي يأخذ باب يدور على الشواذ. طبعا الصارف دي اللي هي القرينة، إما في السياق أو في السباق أو اللحاق أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في آية أخرى أي في حاجة من الشرع، أي شيء من كتاب الله. نعم، فاسألوا أهل الذكر.